بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في The Technical Pilot Interview، كتاب اسمه The Technical Pilot Interview. اسمحوا لي أن أنا أستعرضه معاكم، وأتمنى أن كل واحد يستفيد به استفادة قصوى. In the Pilot Interview بينقسم إلى عدة أقسام. فأول قسم اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي عن الايروداينامكس، بعد كده هيكون عن باور بلانت، بعد كده هيكون عن النافيجيشن، بعد كده هيكلمنا عن الاتموسفير اند سبيد، واخر قسم خالص هنتكلم فيه عن الايركرافت سيستمز. فتعالوا نخش مع بعضنا دلوقتي ونتكلم في الايروداينامكس. وطبعا على شكل سين وجيم، واول سؤال بيساله لنا وات produces the maximum glide range. maximum glide range يعني ايه؟ يعني انت عندك طياره جيت او اي طيارة، حتى كمان ما يعني طيارة جيت، طيارة سيسنا، حتى لو طيارة جلايدر، راحت منك المكانتين بتوعك، هتنزل وتطير شراعي، ايه اقصى حاجة او ايه احسن حاجة لو انت عملتها وزبطتها تدي لك اقصى جلايدينج رينج، اقصى مساحة تقدر تعمل لها او تعمل فيها جلايدينج، اللي هي الجرين دوت سبيد بالنسبة للطيارات الايرباص، او المينيمم مانوفرينج سبيد بالنسبة للطيارات البوينج. السؤال الثاني، what is the effect of heavy aircraft weight on the gliding range؟ يعني هل لو انت عندك طيارتين، طيارة تقيلة وطيارة خفيفة، هل الطيارة التقيلة يبقى الجلايدينج رينج بتاعها احسن، ولا الطيارة الخفيفة جلايدينج رينج بتاعها احسن؟ ولو الطيارتين طايرين جنب بعض، واحدة 380 واحدة 320، ال 380 all engines flame out وطايرة شراعي، وال 320 المكانتين بتوعها قطعوا وطايرة شراعي، والاتنين ماشيين جنب بعض، هل الاتنين يوصلوا نفس النقطة في نفس الوقت، ولا ال 880 تبقى احسن شوية، او ال 320 تبقى احسن شوية؟ الاجابة بتقول لا ده ولا ده. الوزن ملوش اي علاقة. لو انت ثبت الجرين دوت سبيد بتاعت ال 380 اللي هي مثلا تطلع لها 280 عقدة، او ثبت الجرين دوت سبيد بتاعت ال 320 اللي هي مثلا تطلع لها 220 عقدة، والاتنين طاروا جنب بعض، الاتنين هيلمسوا الارض في نفس الوقت. weight has got no effect at all. الافكت الوحيد بيجي عن لمين؟ بيجي للجرين دوت سبيد. define the rate of climb او rate of descent. ممكن يجي الانترفيور يسألك يقول لك ممكن تقول لي يعني ايه rate of climb او rate of descent؟ هتقول له it is the vertical component of speed. احفظ اللقب ده او احفظ الاسم ده. rate of climb is the vertical component of speed up. rate of descent is the vertical component of speed down. تسمع يا كابتن عن حاجة اسمها المين كورد لاين؟ what is the main chord line؟ قال لك it is other name of the aspect ratio. يبقى بنتكلم في تصميم طيارة وجناح طيارة، يبقى المين كورد لاين اللي هو الاسبيكت ريشيو. it is the wing width، عرض الجناح related to the wing length. main chord line is، خلي بالك ان في فرق ما بين chord line ومين كورد لاين. لو هو الراجل قال لك كورد لاين لوحده يبقى ده العمود التخين المبني الجناح عليه، لكن لما يقول لك مين كورد لاين يبقى كأنه بيقول لك it what is the aspect ratio. فلما يقول لك what is the main chord line ممكن تقوله the main chord line is the aspect ratio of the wing، واذا قال لك what is the aspect ratio هتقوله the aspect ratio is the main chord line of the wing. اوعى تقول له aspect ratio is the chord line، لكن تقول له aspect ratio is the main chord line. قال لك طب يا سيدي I know the main chord line and I know the aspect ratio. Please give me a definition. I want something easy to understand. باعتبر انك انت هتعمل فيو في طيران الامارات يا رب ان شاء الله باذن الله، او لوفتهانزا بعيد عن شواربنا. It is the wing width related to the wing length. Wing length related to the wing length. طيب يا ترى هيسألنا في ايه تاني؟ What is the angle of incidence? Angle of incidence. مش angle of accident. Angle of incident. قال لك it is the angle at which a wing is fixed to the aircraft fuselage. هي الزاوية اللي بيبقى متركب الجناح فيها
او بيها في جسم الطيارة، وعندي صورة هوريها لكم حالا بس بعد ما نخلص السؤالين دول. يبقى the angle of incidence it is the angle at which the wing is fixed to the aircraft, or we can say that it is the angle between the chord line and the aircraft longitudinal axis. خلي بالك انا قلت هنا الكورد لاين ما قلتش المين كورد لاين. يبقى it is the angle at which the wing is fixed to the aircraft fuselage, or we can say that it is the angle between the chord line and the aircraft longitudinal axis. يا ترى عندنا صور؟ ايوه عندي صورة اهي، ادي طيارة بوينج 767 وادي جسم الطيارة بارلل اهو. شايف الجناح ده؟ بص ادي الزاوية، بص بص الجناح طالع فوق اهي، شايف الحتة دي اللي انا بشاور عليها دي؟ الحتة دي هي دي الزاوية اللي اسمها انجل اوف انسيدنس. الجناح مش متركب ستريت كده زيرو انجل، لا متركب اكنك عامل بيتش اب سنة، اكنك مزود الانجل اوف اتاك، يعني الجناح ذات نفسه متركب بانجل اوف اتاك اب، اكن الطيار حاطط اليوك على فوق كده، وهو زيرو يوك اكنه حاطط اليوك على فوق كده. ليه؟ عشان تو بروديوس ليفت. كلما زادت الانجل اوف انسيدنس كلما زادت lift capability of the wing، ولكن طبعا up to a certain limit، لان قانون بيقول اللي يزيد عن حده بينقلب ضده. فلو الانجل of incidence اللي هي دي زادت عن حدها قوي قوي هتنقلب ضدها وتبقى الطائرة تقع في سطول as soon as take off. نرجع لأسئلتنا تاني، والسؤال اللي بعد بيقول لك what is the washout on the wing. washout غسيل الجناح، ووش اوت اون ذا وينج غسيل الجناح، يعني يعني الشركه بتغسل الجناح؟ لا طبعا احنا بنهزر. ذا ووش اوت از سام كايند اوف وينج ديزاين، نوع من انواع الوينج ديزاين. It is the continuous decrease of in angle of incidence after the wing root until the wing tip زي بوينج 777. يبقى الووش اوت ده عباره عن continuous decrease in the angle of incidence. الانجل اوف انسيدنس بتاعت الجناح راكبه بشكل محدد، وكل لما بتبعد عن جسم الطياره في اتجاه الجناح وانت طالع كده تقعد الانجل اوف انسيدنس تقل 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 لحد لما توصل للوينج تيب. لا تعالى مش فاهم، عندك صوره؟ طبعا عندي صوره، تعالى اوريكم. ادي طياره بوينج 767 زيها زي 777، وادي الانجل اوف انسيدنس. بص تلاقي هنا الانجل اوف اتاك عاليه، طول ما انت بتمشي تلاقي الجناح بيحصل له تويستنج لقدام، بينزل لتحت بينزل لتحت اكتر اهو، ادي الانجل اوف اتاك عالي، كل ده انجل اوف اتاك ثابت. اوكي اول ما تيجي في الحته دي تلاقي الانجل اوف اتاك قلت شويه، طول ما انت ماشي تلاقي الانجل اوف اتاك تويستد شويه، نزلت قدام شويه نزلت قدام شويه نزلت قدام شويه، فتلاقي دايما هنا تلاقي الزاويه كبيره جدا وعماله تقل 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 طول ما انت ماشي تقل، اكن واحد بيعصر الجناح بيعمله بوشنج داون، ووش اوت داون. ده نوع من انواع اللي هنشوف كمان شويه الووش اوت ده بيعمل ايه، بس لما نيجي نقول ووش اوت انجل اللي هي نوع من انواع تصميم الاجنحه. It is some sort of wing design and it is a continuous reduction of angle of incidence وانت ماشي outward of the wing. طيب يا سيدي، يا ترى وما هي وظيفة الووش اوت؟ What is the function of this wash out? It is used to increase the stall margin of the wing tip. بيزود بيها الستول مارجن بتاعة الوينج تيب. By reducing its angle of attack due to the increased load in this part during the flight. طيب مش احنا عارفين ان لما الانجل اوف اتاك بتزيد الليفت بيزيد، ولما الليفت بيزيد الدراج بيزيد، ولما الدراج بيزيد الستورينج سبيد بيزيد. طيب هو عايز يجي عند واحنا كمان عارفينه زي ما نعرف كمان شويه ان في حاجه اسمها وينج تيب فورتكس، وان الوينج تيب فورتكس دي بتيجي عند الوينج تيب تتكون. طب كل ده معناها ان دايما الجناح وهو طاير هيكون الوينج تيب بتاعته بيحصل لها انهيار وبيحصل لها ستول. هو يقللها ازاي؟ قال لك اقللها عن طريق الوش اوت ده، وفي نفس الوقت اقلل الاحمال. هو محتاج الطياره تتشال من تحت بطها، عشان كده بيخلي الزاويه عاليه جدا من تحت الجناح من اوله من عند باط الجناح، وكل لما تمشي بره زي ما شفنا في الصوره تلاقي الجناح ايه؟ بيقل، بيقلل الانجل اوف اتاك بتاعته، يبقى بالتالي بيقلل الليفت
بصفة بحبة قليلين، ولكن في نفس الوقت بيقلل الدراج، ولما بيقلل الدراج يبقى بيقلل الستورينج سبيد، ولما بيقلل الستورينج سبيد بيقلل الايه؟ بيقلل اللودز. وات از ذا ديهيدرال انجل؟ في عندنا حاجة اسمها ديهيدرال وحاجة انيهيدرال. الانيهيدرال عكس الديهيدرال. طب ايه هي الديهيدرال؟ قال لك it is the angle between the wing tip and the aircraft longitudinal axis. It is an upward angle. زاوية فوق. لا مش فاهم، وريني صورة. اهو ادي اللونجيتيودنال اكس بتاع الطيارة، ده اللي هو من بوز الطيارة لديلها، وبص تلاقي الزاوية هي دي، هي دي الديهيدرال انجل. كل لما يكون الجناح شامخ لفوق كده زي جناح النس، زي ما هنشوف كده في البوينج 787، ولو جبت طياره بوينج 777 هتلاقي الاني الديهيدرال انجل بتاعتها واضحه قوي، شامخه لفوق كده مع السهم وهو طالع كده. اوكي، يبقى دي الزاويه اللي ما بتوين الوينج تيب واللونجيتيودينال اكس، دي اسمها الديهيدرال انجل. طب ايه هي الانيهيدرال انجل؟ ما تستعجلش هنشوفها في اوكي. يبقى احنا كده هنراجع الصور بسرعة. هنقول ادي الانجل of incidence. It is the angle at which the wing is fixed to the fuselage. ودي بتزود اللفت capability بتاعة الطيارة. وكل لما يكون الطيارة كبيرة وضخمة وبتشيل اوزان تقيلة، بيبقى الجناح بتاعها الاسبكت ريشيو بتاعها عالي. يعني ايه اسبكت ريشيو؟ يعني مين كورد لاين بتاعها كبير. اسبكت ريشيو is the main chord line. Main chord line is the aspect ratio. والاثنين اللي هي the ratio of the wing widths على ال wing length. طب انت بتكلمنا هنا في الانجل اوف انستنس يا كابتن، ما تخرجش بره الموضوع. الزاويه اللي متركب بيها الفيلم ده كله في جسم الطياره، كلما كانت الزاويه دي كبيره up to a certain limit، كلما كان الانجل اوف اتاك بتاع الطياره والليفت جنريشن كابابيلتي بتاع الطياره بتكون اعلى. ادي الصوره الثانيه اللي احنا شفناها اللي هي الوش اوت، اللي هي continuous reduction of angle of incidence while you are going outward with the wing tip. كل ما بتبعد عن طول ما انت بتبعد عن جسم الطياره بيحصل ووش اوت او تويستنج للجناح. بنستفيد بيها في ايه؟ بنستفيد بيها ان احنا بنقلل اللود على الجناح من بره، نتيجه انك بتقلل الانجل اوف اتاك بتاعته، فبالتالي بتقلل الليفت في الحته الصغيره دي بنسب معينه محسوبه، فبتقلل الدراج، فبتقلل بالتالي الستول مارجن، فيبقى انت بتحافظ على ليفت كابابيلتي عاليه جدا للجناح. ودي الديهيدرال انجل برضو زاويه ما بتوين الوينج تيب وما بتوين اللونجيتيودنال اكس اوف ذا ايروبلين. كنت بتسالني عن الانيهيدرال انجل؟ ادي اول سؤال، وات از ذا انيهيدرال انجل عكس الديهيدرال انجل؟ اهي يبقى الديهيدرال انجل لفوق والانيهيدرال انجل down. It is the same as the dihedral angle ولكن بالعكس. What is the coefficient of lift or what is the CL? It is the coefficient of a wing to produce lift. Coefficient of lift كفاءة اللفت. يعني ايه؟ يقول لك يا سيدي يعني كفاءة الجناح في producing lift، كفاءة الجناح في انه يطلع lift. The coefficient of lift is the coefficient of the wing to produce lift. What are the two factors affecting the wing lift production? طيب يا سيدي يبقى احنا كده هنتكلم عن الجناح. What are the two factors affecting the lift, the wing lift production? اول حاجه الوينج ديزاين، تصميم الجناح ذات نفسه. يعني ايه؟ such as the aspect ratio and whether it is a fixed. ودي fixed factor. الاسبيكت ريشيو نسبه ثابته. نمرة 2 الانجل اوف انسيدنس، ودي بتبقى فاريبل فاكتور. ليه؟ لان الاسبيكت ريشيو دي ثابته، لكن الانجل اوف انسيدنس لما نركبها في جسم الطياره وما تعجبناش ممكن نفكها تاني ونزودها شويه، تطلع زياده شويه نفكها ونقللها شويه. اوكي، يبقى two factors affecting the wing lift production is the wing designs such as the aspect ratio and the angle of incidence. نزود عليها الديهيدرال انجل، ودي هتبقى مش في الكوفيشنت اوف ليفت، دي في الاستابيليتي، عشان خاطر هي دي اللي هتمنعنا، او دي من ضمن الاسباب اللي هتمنعنا من الداتش رول. locate the position of the center of pressure over the wing. من فضلك حدد لي موقع السنتر اوف بريشر فوق الوينج. the center of pressure is not fixed. ما اقدرش احدده. center of pressure is not fixed over the wing. ليه؟ it moves towards the leading edge.
مع زيادة الـ angle of attack and moves toward the trailing edge with the reduction of angle of attack. يعني الـ center of pressure مش ثابت، بيبقى بيتحرك، يروح قدام لما بتزود الـ angle of attack، يروح ورا لما بتقلل الـ angle of attack. تاني الـ center of left يروح قدام امتى؟ with the increase of angle of attack، تزود الـ angle of attack وترفعها فوق تلاقي الـ center of pressure راح قدام، تشد العصاية تشد اليوك عليك على فوق كده او تشد العصاية بتاعتك فوق كده، يبقى center of pressure CL راح قدام، تحط عصاية نوز داون يبقى center of pressure راح ورا. صورة انت ماشي نيوترال، center of pressure في النص، شديت العصاية عليك لورا عشان تعمل climb، center of pressure تمشي من النص وراح لك قدام، شديت اكتر اكتر center of pressure راح قدام اكتر اكتر. طب نزلت قدام وحطيت نوز داون، اعكس بقى من غير ما احط صور، اعكس بقى يبقى السنتر اوف بريشر يرجع لورا. Describe the left to weight pitching moment. سؤال يقول لك do you know that there is a left to weight pitching moment. Left to weight pitching moment. علاقة اللفت والوزن اللي بيعملوا pitch. During a straight cruise flight، لو انت ماشي straight and level، when the aircraft is heavy، طيارة تقيلة زي البوينج 767، the center of weight is normally located in front of the aircraft wing. الطيارة يا جماعة لما تبقى تقيلة مليانة ركاب ومليانة جاز، الركاب بيحطوا السي جي ويرموه بصفة عامة ورا، ولو الطيارة مليانة ركاب على الاخر يبدأ السي جي تحط في النص، ده كده ما حطناش جاز، يبقى الطياره مليانه ركاب على الاخر السي جي ورا، مليانه ركاب على الاخر قوي يبقى السي جي حته مترحل شويه من ورا ودخل سنه على قدام، اول ما بتحط الجاز السي جي كله بيترمي ايه قدام. السي جي بتاعك سوري الرحله بتاعتك طويله ومليانه جاز كتير قوي يبقى السي جي بتاعك هيبقى قدام قوي، عشان كده دايما نلاقي ان الرحلات اللونج رينج اللي طالعه معبيه ركاب ومعبيه جاز بيبقى ايه السي جي بتاعها عادة بيبقى فورورد سي جي، ودايما تبقى حاطط بيتش تريم على اب قوي. يبقى اذا الطيارة طول ما هي طايرة ستريت اند ليفل مليانة ركاب ومليانة جاز بيكون السنتر اوف جرافيتي بتاعها موجود فين؟ موجود قدام. And the center of pressure is located ورا. ليه بيبقى السنتر اوف بريشر لوكيتد ورا؟ لان لما بيبقى السي جي موجود قدام يبقى الطيارة عايزة تعمل ايه؟ عايزه تعمل بيتش داون صح، ويبقى بالتالي البيتش تريم اوتوماتيك هيعمل ايه؟ هيعمل اي 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 على ورا، يعمل بيتشنج اب. طالما بيعمل بيتشنج اب يبقى بيزود الانجل اوف اتاك، ولا ما بيزودش الانجل اوف اتاك؟ يبقى بيزود الانجل اوف اتاك. طالما بيزود الانجل اوف اتاك يبقى اكنه عمل ايه؟ اكنه عمل كده اهو، ادي الطياره ماشيه قدام ماشيه كده، واول ما النوز بقى هيفي عايزه تروح قدام قام البيتش تريم رجع لورا، لما البيتش تريم رجع لورا تو مينتين ذا سيم ليفل، عشان يبقى زي كده بالظبط يبقى الطياره ماشيه ستريت ليفل، السنتر اوف بريشر راحت قدام، النوز بقى تقل اكتر السنتر اوف بريشر، البيتش تريم راح ورا اكتر قام السنتر اوف بريشر راح ايه قدام. يبقى during a straight cruise flight the lift to weight pitching moment during the straight cruise flight when the aircraft is heavy the center of weight is normally located قدام و center of pressure دايما بيكون located ورا. This causes a nose down moment، ده اللي بيخلي النوز يروح ساقط قدام او بيعمل pitch down، بنعوضه من ايه؟ بنعوضه بالبيتش تريم. But the position of center of weight will not be fixed the whole flight طبعا due to the fuel burn، بس خلي بالك ده طول ما الطيارة تقيلة، لكن الطيارة مش هتفضل طول عمرها في الرحلة تقيلة، لازم هتخف كمان شوية لأن الجاز هيتحرق. Describe the aspect ratio، اشرح لنا الـ aspect ratio. قال لك it is the ratio between the wing lengths and the wing widths. It may be 4:1 أربعة لواحد زي الطيارات الجلايدرز. But this ratio is not good for a high speed aircraft. يعني كل ما بتزود الـ aspect ratio بتاعت الطيارات الجلايدر بتبقى 100 100. كل ما بتزود الاسبكت ريشيو بتاعت الطيارات الجت بتبقى مش 100 100، بتبقى مش كويس قوي. At which phase the lift is highly generated، اعلى ليفت تاخده امتى؟ تاخده during take off phase، اعلى ليفت تاخده during take off phase.
اهو دي الصورة بتشرح لنا السنتر اوف ويت والسنتر اوف ليفت. طول ما انت طاير، طيارة دي بوينج 767 المفترض فيها انها بتعمل كروس اتلانتيك ومليانة ركاب ومليانة جاز، يبقى السنتر اوف ويت موجود ايه قدام، والسنتر اوف ليفت او السنتر اوف بريشر اوف ليفت موجود ورا. عادة الويت بيبقى اتقل شوية، فدايما بتلاقي حاجة اسمها ايه بيتشنج داون، اللي هي الليفت ويت بيتشنج مومنت. ده الاسبيكت ريشيو اوف ذا وينج، الاسبيكت ريشيو مساحه الجناح على عرض الجناح وين ات از لوكت فروم ذا ابوف. ده جزء تاني من التعريف كان موجود زمان في كتب امريكا واحنا بنتعلم طيران، قال لك اسبيكت ريشيو ات از ذا ريشيو بتوين ذا ايركرافت وينج لينث اند وينج ويدث وين ات از لوكت فروم ذا ابوف. كلما كانت الاسبيكت ريشيو دي عاليه كلما كان الليفت جنريشن عالي، ولكن up to a certain limit، والاسبيكت ريشيو دي ليها حدود بالنسبه للجيت ايركرافتس، لان هي لما تزيد اكتر عن كده هتدخلنا في حاجه اسمها داتش رول وهنتكلم عليها لما نوصل في الداتش رول ان شاء الله. طيب what are the direct controls of lift؟ ايه هي الفلايت كنترول سيرفيسز اللي بتعمل لك دايركت كنترول اوف ليفت؟ الاليفيتور بيعمل دايركت كنترول اوف ليفت، التي اتش اس هو الدايركت كنترول اوف ليفت، ولكن الايلرونز مش الدايركت كنترول اوف ليفت، دي دايركت كنترول اوف ذا هوريزونتال كومبوننت اوف ليفت. طيب يعني ايه دراج؟ ديفاين دراج، قال لك ذا دراج از ذا ريزيستنج فورس اوف ان ايركرافت ديورينج فلايت. يعني ايه دراج؟ يعني ريزيستنج فورس، قوة مقاومة بتقاوم الطيارة وهي طايرة في الهواء. What are the kinds of drag؟ ما هي أنواع الدراج؟ There are three kinds of drag: profile drag, induced drag, and total drag. أو ممكن نقول parasite drag, induced drag, and total drag. هو عشان كده بيقول لك what are the kinds of profile drag. It is also called the parasite drag. وده classified into three kinds برضو. skin friction بيقول لك تعال بص على الرسمة دي، ادي kinds of drag، عندك parasite drag, induced drag, total drag. parasite drag, induced drag, total drag. الparasite drag ده بيبقى اسمه pressure، بينقسم الى pressure drag, skin friction drag, interference drag. والparasite drag ده is a byproduct of lift، كلما زاد الليفت كلما زاد الايه الدراج. طيب الانديوز دراج ده بيتكون نتيجه اجزاء الطياره، يعني التي اتش اس بيعمل ليفت لكن بيعمل دراج، الوينج بيعمل ليفت لكن بيعمل دراج، العجل محتاجينه جدا بس بيعمل دراج بس. طب التوتال دراج، قال لك بارازايت دراج بلس انديوز دراج ايكوال توتال دراج. عايزك تبص معايا على الشاشه بليز، لو انت باصص بره او لو انت سرحان خليك معايا، اصحى معايا. دراج، parasite drag, induced drag, total drag. الparasite drag ده it is the byproduct of lift. byproduct of lift. pressure drag ده نتيجة البريشر اللي بيتكون، الاير بريشر اللي بيتكون قدام نوز الطيارة من وانت طاير، مش وانت طاير بتزق الهواء قدامك فبيعمل بريشر، بيتكون فيه بريشر قدام المكن، مش المكن بيشفط الهواء، وهو بيشفط الهواء ده بيبقى فيه هواء قدامه، يعني بريشر اير او اير بريشرايزد اير، ده بيعمل دراج. الهواء مش بيمشي، بيعمل سكين فريكشن مع جسم الطياره، ده بيعمل دراج. انترفيرنس دراج ده بيكون موجود في الطيارات بس عند التيل من ورا، لان الهواء كل الهواء ده كله بيتجمع ورا عند التيل، فبيعمل حاجه اسمها انترفيرنس دراج، اي الانترفيرنس ما بين جميع انواع الهواء اللي بيخبط في الجناح واللي بيخبط في الديل واللي جاي من المكنه واللي جاي من اي حته ثانيه، بيتجمع ورا عند الجناح بيعمل انترفيرنس. طيب هنتكلم في ايه؟ بيقول لك ذا بروفايل دراج، وخلي بالك ان ليه بتعمد كلمه بروفايل، لان الانديوز دراج له اسم اخر هو البروفايل دراج، ويل انكريز وين ذا انديكيتد اير سبيد انكريزز فور ات از ا باي برودكت اوف ليفت. معلومه ثانيه خدناها ان الانديوز دراج، عفوا البارازايت دراج اللي هو البروفايل دراج، ويل انكريز مع زياده الاير سبيد. واي داز بروفايل دراج انكريزز وذ ذا انكريز اوف اير سبيد؟ ليه البروفايل دراج او البارازايت دراج بيزيد مع زياده السرعه؟ ديو تو ذا انكريزد ريزيستنس اوف ذا اير مولكيولز. مش مهم السؤال ده،
بيزيد لانه it's a byproduct of lift. What are the kinds of induced drag? There is no kinds. It's only the induced drag. يعني لما يجي واحد يقول لك الانديوز دراج ده يا كابتن كم نوع؟ تقول له انديوز دراج كم نوع؟ No. Parasite drag هو اللي كم نوع. Induced drag مالوش أي نوع. What are the reasons of this induced drag? قلناها. It generates because of the engine, slats, flaps, landing gear والجناح ذات نفسه. When will the induced drag increases? It increases with the reduction of airspeed and the extension of high lift surfaces and landing gears. يبقى ال induced drag ده بيزيد لما بتنزل العجل. ال induced drag ده بيزيد لما بتاخد الفلابس. ال induced drag ده بيزيد لما بتنزل السلاتس. وانت ما بتنزلش العجل ولا بتنزل السلاتس ولا بتنزل الفلابس الا لما بتقلل السرعة. يبقى الانديوز دراج بيزيد لما بنقلل السرعة، فبالتالي بناخد لها سلاتس، فبالتالي بناخد بعد كده فلابس، فبالتالي بننزل اللاندنج جيرز. What is the total drag? It is the parasite drag plus induced drag. او لو حد قال لك البارازايت اسمه بروفايل يبقى ذا بروفايل دراج بلس انديوز دراج. Describe the drag curve of a propeller plane. Describe the drag curve. في كيرف للدراج للطيارة البروبيلر. بيقول لك ايه بقى؟ The drag curve on a propeller plane is very normal. Normal جدا جدا. For when the indicated airspeed increases, the parasite drag will increase. بس طبيعي تزود ال indicated airspeed يبقى انت بتزود الايه؟ ال parasite drag اللي هو البروفايل دراج. And during the approach لما بتاخد السلاتس وبتاخد الفلابس وبتنزل اللاندنج جيرز يبقى الانديوز دراج بتاعك هو الايه اللي هيزيد برضو. And when the propeller plane is flown below its best lift to drag ratio بتطير تحت المينيمم مانوفرنج سبيد بتاعتها اللي اسمها VIMD or the green dot speed، احنا بنعرفها في الارباص باسم green dot speed، the total drag increases. ليه total drag increases؟ لان البارازايت زاد والinduced زاد. And when the thrust is increased لما بتزود الباور it compensates for flying below the VMD the drag significantly increases too. يبقى الدراج بتاع البروبيلر سهل جدا، تزود السرعة تزود البارازايت دراج، تقلل السرعة تقلل البارازايت دراج وتزود معاه الايه الinduced drag. تاخد سلاتس فلابس لاندنج جيرز بتزود الايه الinduced drag. طيب الكيرف بتاع الجيت ايروبلينز the drag curve is reduced، اقل شويه بقى في الجيت بلينز. ليه؟ for every jet plane has a swept wing enable its for high speed. يبقى ليه الجيت الدراج بيختلف في الجتات عن البروبيلرات؟ لان الجيت بيبقى فيها swept back wing، واللي سويبت باك وينج ده بيقلل الدراج شويه، هو بيزوده من ناحيه ثانيه ولكن بيقلله في الحته دي. طيب This swept wing does not allow the induced drag to increase with the extension in slats and flaps. بيقلل شوية لما تيجي بقى في الطيارات الكبيرة بتاعتنا تاخد slats وflaps بتزود ال induced drag، لكن ما بتزودوش قوي قوي زي البروبيلر، بيزيد لكن أقل. This swept back wing will not allow the drag to increase with the increasing power when flying below the VIMD أو minimum green dot speed. يعني في الآخر لما يجي يقول لك إيه الفرق ما بين الدراج كيرف بتاع الطيارات الجيت والدراج كيرف بتاع الطيارات البروبيلر، هتقول له إن الدراج كيرف بتاع الجتات أقل بكتير قوي من البروبيلرات. ها؟ طيب إيه العريس بقى السبب الرئيسي إن الدراج ده بيقل؟ هو السويبت باك وينج. ليه؟ لأن السويبت باك وينج بيقلل لنا الانديوز دراج وما بيسمحش للدراج انه يزيد بسرعه عاليه جدا او بريت عالي جدا مع زياده الباور. Watch this drag green dot speed video. في حته فيديو صغيره هنتفرج فيها على الدراج والجرين دوت سبيد، تعالوا نتفرج عليه. Now let's suppose you pull the engine throttle all the way back to idle and glide. In this case, when you pitch the nose down, gravity will be the only force that pulls the airplane forward in opposition to drag. Let's take a look at this drag chart. Up the left side of the chart is drag, which increases as you go up. And across the bottom of the chart is speed, which increases as you move to the right. Now there are two kinds of drag.
The first is parasite drag, represented by this line, which comes from moving the airplane through the air. As you can see, parasite drag increases as the airplane speeds up. Now, the second type of drag is induced drag, represented by this line. It surprises many people to learn that induced drag increases as the airplane slows down and the angle of attack increases. Now, if you add these two types of drag together, you get a total drag curve that looks like this. The lowest point of the total لحظة واحدة، خدت بالك معايا؟ induced parasite drag بيزيد مع زيادة الـ airspeed، induced drag بيزيد مع الـ reduction في الـ airspeed، والـ total drag اللي هو مجموع الاتنين مع بعض. وهتقول لك بقى في نقطة في النص اللي هي الـ green dot speed، تعالى نسمع هتقول ايه. drag curve gives minimum drag. The best liftover drag ratio occurs when an airplane is flying at the speed that gives minimum drag. Okay, يبقى ال green dot speed أو ال VIMD أو ال best lift to drag ratio speed هي النقطة اللي بتبقى هي دي. السرعة اللي بتدي لك أعلى lift وأقل drag. بص قدامك وهتشوفها، هي دي ال green dot speed. And that lowest point on the total drag curve is also the best glide speed for. Okay, تعالوا نكمل the presentation بتاعنا. بيقول لك what is the reason of the wingtip vortex؟ ما هي أسباب ال wingtip vortex؟ The reason is the air above the wing، الهواء فوق الجناح، meets the air below the wing at the wingtip. Meet Joe Black vortex. The memory aid. Meet Joe Black vortex. The reason is the air above the wing. الهواء فوق الجناح بيبقى ماشي فوق الجناح من فوق بيقابل الهواء اللي تحت. ازاي؟ تعالى اوريك صورة ظريفة جدا. طبعا تخيل ان الطيارة الجامبو دي 747 دي في الهواء، والهواء الاير فلو بيجي فوق الجناح، بيمشي من فوق الجناح ويخلص يروح نازل تحت، والهواء من تحت الطيارة بيجي يقابل الهواء هنا. اوكي، فالهواء اللي فوق هنا بيقابل الهواء اللي تحت هنا، بيعمل فورتكس جنريشن هنا، اللي هو بنسميه في الاخر بيعمل دراج، اللي هو اسمه ايه بقى؟ انترفيرنس دراج. ليه اسم تاني هنا دلوقتي اسمه فورتكس جنريتورز، بس احنا دلوقتي اسمه وينك تيب فورتكس. انا اسف، وينك تيب فورتكس. يبقى الهواء اللي جاي كده بيطلع فوق الجناح وينزل كده، والهواء اللي جاي كده بيجي من تحت الجناح يقابله هنا، يعملوا هنا كده ايه فورت، يتقابلوا هنا يعملوا وينج تيب فورتكس او يعملوا وينج فورتكس. وطبعا ليها علاج، واحنا هنشوفهم دلوقتي حالا بيعالجوها ازاي. طيب يا سيدي، هنا السؤال التاني بيقول لك describe the reason of this meeting. احنا قلنا الهواء اللي فوق بيقابل الهواء اللي تحت، ده بصفه بسيطه. طب تعالى بقى نشوف ب professional way of description، تعالى نوصفها professionally. The pressure under the wing is high، الضغط تحت الجناح عالي والا ما يبقاش في lift، لكن الضغط فوق الجناح بيبقى واطي. اوكي، البريشر عند الوينج تيب بيبقى زيرو، يبقى البريشر اندر ذا وينج از هاي، البريشر اوفر ذا وينج از لو، عشان كده الليفت بيتكون. دايما الاير بيتحرك، الهواء بيتحرك من ايه؟ من اريا اوف هاي بريشر تو اريا اوف لو بريشر كوزينج ذيس ميتنج. تعال نشرحها على الصوره. ادي صوره ثانيه بس مش يعني هنشرح عليها. ادي الهواء جاي كده فوق الجناح، والاريا فوق الجناح اريا اوف هاي بريشر ولا اريا اوف لو بريشر؟ الحتة اللي أنا بشاور عليها السهم الأحمر دي area of high pressure ولا area of low pressure؟ فوق الجناح، تمام، area of low pressure، لكن تحت الجناح area of high pressure، عشان كده بتزق الطيارة لفوق. طيب الهواء اللي هو اللي فوق تحت ده بيجي كده ورا، يروح طالع مقابل أخوه اللي فوق هنا، يبقى ال area of high pressure أو دايما الحاجة بتروح من ال high pressure لل low pressure، تلاقي الهواء طلع كده ولف وقام جاي مقابل هنا اخوه اللي فوق. فين؟ عند الوينج تيب فورتكس. ليه؟ لان عند، عفوا، عند الوينج تيب. ليه عند الوينج تيب؟ لان دائما ابدا الوينج تيب هو الاريا اوف زيرو بريشر. طيب يا سيدي، وات ار ذا باد افكتس اوف وينج تيب فورتكس؟ تربلنس للطياره اللي بعد كده، drag to our aircraft or to the same aircraft for the opposite direction against the lift force و longitudinal instability. يبقى الوينج تيب فورتكس دي اول حاجه بتعمل تربلنس للطياره اللي ماشيه ورانا،
وبتعمل لنا احنا كمان دراج انترفيرنس دراج، والانترفيرنس دراج ده بيعمل لنا اللونجيتيودنال انستابيليتي. طب تخيل يعني ايه لونجيتيودنال انستابيليتي؟ يعني استابيليتي انستابيليتي على اللاترال اكسس بتاعه التيار. يبقى ثلاثة افكت للوينج تيب فورتكس، مطبات للطياره اللي ورانا دي اشد حاجه، بتعمل لنا احنا كمان دراج اللي هو انترفيرنس دراج. مش مشكله، عندنا حاجات بتعوضه. لونجيتيودنال انستابيليتي برضو مش مشكله، الطيارات بتطير. يبقى اسوء حاجه اللي هي ايه؟ اللي هي turbulence to the other aircraft. تعالوا نتفرج مع بعض على فيديو about the wingtip vortex. الفيديو ده احنا شفناه قبل كده في الاوبريشن مانيوال، لكن هنراجعه تاني في مكانه. Sometimes you'll be flying in the company of much larger aircraft. It's important to know how these aircraft might affect you. First, let's look at a boat going through the water. Now notice the wake that it's generating. Well, an airplane also generates a wake in the air. We call that wake turbulence or wingtip vortices. Wingtip vortices occur because anytime an airplane is flying, there's a high pressure underneath the wing and a low pressure area on top of the wing. So the air from underneath the wing tries to make its way around the wingtip and join that low pressure area on top of the wing. The problem is that by the time these molecules make their way around the wingtip, the wing is gone. It isn't there anymore. So what you really get are these wingtip vortices following the aircraft like horizontal tornadoes. Anytime an aircraft is producing lift, you'll have these wingtip vortices. And they are strongest when the airplane is at high angles of attack at the wingtips, namely when the airplane is heavy or slow. How about when the flaps are up or down? الاعلى وينك تيب فورتكس او فورتيسيز بتبقى ديورينج تيك اوف، لما بيبقى فيه فيري هاي انجل اوف اتاك وفيري لو سبيدز وفلابس ار داون. يبقى الاسوا كيس في الوينك تيب فورتكس وين ذا ايركرافت از سلو هاي انجل اوف اتاك فلابس is down or flaps are down. يبقى اللي هي الايه؟ التيك اوف. تعال نكمل مع المدموزيل سيسنا. Well, when the flaps are going down, you need to pitch the nose of the airplane down just a little bit to keep from climbing, and the angle of attack at the wingtips is less. But when you raise the flaps, you need to raise the nose of the airplane to keep from descending, and the angle of attack at the wingtips is higher. So when do you have the greatest wake turbulence behind an airplane? Well, when the airplane is heavy, clean, and slow. Now, these vortices are a danger to you when you are flying in a little airplane and you're following a bigger airplane because they can roll you upside down. Now, if you're flying at 2,000 feet and you get caught in a wake turbulence and do an inadvertent roll, it scares the daylights out of you. But at 50 feet above the ground on short final, it can ruin your whole doggone day. So the important thing to know is how these vortices work. First of all, they occur anytime there is lift on the wings. They start when the nose wheel of the airplane leaves the ground, and they stay until the nose wheel returns to the ground. تذكر هذه القاعدة. Wing tip vortex generates امتى؟ When the nose wheel leaves the ground. Nose wheel اللي هي بشار عليها دي leaves the ground، يبدأ الوينك تيب فورتكس تشتغل. Nose wheel touches the ground، بتنتهي الوينك تيب فورتكس. Next, they tend to sink behind the airplane. If you want to avoid the vortices of a big airplane, you would want to fly above the flight path of the aircraft that's generating the wake turbulence. خلي بالك من الحتة دي، tends to sink below the airplane. وفي الاوبريشن مانيوال هتلاقيه بيقول لك ان هي بتنزل بفيرتيكال سبيد، بفيرتيكال سبيد 1000 قدم، وبتعمل ليفل اوف على 1500 قدم تحت الطياره. عشان كده لو احنا طايرين في ار في اس ام اير سبيس ولقيت ان الطياره اللي طايره فوقيك بوينج 767 مثلا او 757 او جامبو على طول، ولو انت طاير معاها في نفس الايرواي على نفس الجي بي اس مظبوط، يعني هتلاقي نفسك بتتخبط خبط
وانا جربتها في يوم من الايام في 747. يبقى الفيرتيكال سبيد بتاعه الوينج تيب فورتكس بتنزل بمعدل 1000 قدم في الدقيقه، ليفلنج اوف 1500 فيت بيلو الطياره. تعالوا نكمل مع بعض نشوف الست هتقول لنا ايه. Also, you need to know that when the vortices get near the ground, they tend to spread apart and drift with the wind. And the one condition that requires maximum caution when you're avoiding wake turbulence is a light quartering tailwind. Now here's why. Let's assume that these vortices drift apart at a rate of 5 knots. And let's assume that you have a 5 knot quartering tailwind. في بعض الأحيان بنلجأ ان احنا ننزل الى في مطار بليتل بيت تيل ويند اقل من 5 عقدة. لو انت نازل يا كابتن في مطار والمطار ده بيشغل الممر بتاعه بتيل ويند اب تو 5 نوتس، دايما تزود اللونجيتيود الديستنس سيبريشن ما بينك وما بتوين الايه الطياره اللي قدامك، سبيشلي اذا كانت كاتيجوري اعلى في الويك تيربلنس. ليه ما تاخدش بقى دقيقتين وثلاثه وخمسه ميل، خد اكتر. ليه؟ ديو تو تيل ويند كونديشن. يبقى تذكر اني تايم هتعمل لاندنج في مطار بتيل ويند كونديشن والمطار بيقبل انك تشتغل بتيل ويند كونديشن زي مطار بعض المطارات في اوروبا بعض المطارات في السعوديه او زي معظم مطارات العالم اب تو 5 نوتس والطياره اللي قدامك هيفي كاتيجوري اعلى، اطلب انت اللي تطلب ويك تيربلنس سيبريشن ديستانس اعلى. ليه؟ زي ما الست بتقول لك بيبقى التيل ويند ده بيخلي لك الوينج تيب فورتكس دي بيخلي لك الفورتسيز دي بتبقى بتمشي على الممر، فلما تاخد وقت اعلى تكون حصل لها فانيشنج شويه. Well, you could see what would happen. This upwind vortex would be held right over the runway. The downwind vortex would be blown away, and that's no problem. So when you have a light quartering tailwind, the upwind vortex could be right here over the runway, and that would be your most dangerous situation. So around an airport, watch out for a light quartering tailwind and the effect it might have on wake turbulence. Now, let's assume that you're landing behind a bigger aircraft. What should you do? Well, what you should do is fly above the landing aircraft's flight path. Because the vortices are generated right here, they sink below the aircraft's flight path, and you want to land beyond the point where his nose wheel touches the ground, because lift is on his wings until his nose wheel touches the ground. So, when you're landing behind a bigger aircraft, you should avoid wake turbulence by staying above the bigger aircraft's flight path and landing beyond the aircraft's touchdown point. Now, let's assume that you are departing behind a bigger aircraft. Let's take a look at what you do here. As soon as that big aircraft's nose wheel leaves the ground, as soon as the nose landing gear leaves the ground, بص تحت دراعها الوينج تيب فورتكس starts. His vortices begin and they drift behind the aircraft and descend. So when you're departing behind a bigger aircraft, you should avoid wake turbulence by maneuvering the aircraft above and upwind of the bigger aircraft. So if you were in a Skyhawk, you'd like to outclimb this 737. Well, there's no way you'd outclimb the 737. بس الحمد لله ان احنا ما بنطيرش سيسنا Skyhawk. طيب احنا على فكره قربنا نخلص وهنخش في الموضوع اللي بعد كده وهنقول what is the function of the vortex generators. Vortex generators. It is used to regenerate the vortex as lift force. بتاخد الفورتكس بتاع الهواء لما بيتكسر فوق الجناح في منطقه معينه الفورتكس جنريتورز دي بتاخد الهواء المتكسر ده تعدله. تعدله ازاي؟ عن طريق ان هي بتمشيه جواها. تعالوا نتفرج على الصوره. اهو بيجي هنا على جناح ال 747 بيبقى الهواء ماشي هنا عدل، اول ما بيعدي المنطقه الرماديه دي بيبدا الهواء يتكسر، يلاقي حاجه اللي زي الخطوط السوداء دي اللي الهواء بيعدي منها باللون الاحمر ده، بالسهم الاحمر ده، اوكي؟ الفورتكس جنريتورز دي بتبقى واخده شكل ايروفويل صغير، ايروفويل 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 ايروفويل، فاول ما الهواء جاي متكسر ويفز 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 كده متكسر، اول ما يخش جوه الفورتكس جنريتورز دي يتعدل، فلما يتعدل يكمل بقيه مسافته عدل كده ناحيه الجناح. طيب
جميل قوي. يبقى الفورتكس جنريتورز دي بتتركب على جناح الطيارات، بتبقى واخده شكل الايروفويل شيب، بتعمل جنريتنج او ريجنريتنج للفورتكس، تعملها تاني ايه؟ تعملها تاني ايروفلو. ليه؟ عشان يزود بيها الليفت. طيب احنا قلنا ان الفورتكس دي بيبقى ليها تلات اضرار. الضرر الاولاني بتعمل مطبات عنيفة جدا للطيارات اللي ورانا، والضرر التاني ان هي بتعمل لنا احنا الانترفيرنس دراج، والضرر التالت ان هي بتعمل لنا احنا كمان لونجيتيودنال انستابيليتي. طب ملهاش اي فايدة خالص؟ لا، طلع لها فايدة. ايه بقى؟ قالك we have some benefits especially to the APU equipped aircraft، للطيارات اللي فيها APU. ليه بقى؟ الديزاينرز عملوا ال APU intake flaps facing الvortex وهي خارجة من الvortex generators. تمام؟ لان هي لما بتطلع من الفورتكس جنريتور دي بتبقى معدوله، بس ما بتبقاش زي الهواء القوي، فبالتالي بيبقى هواء عدل ولكن ليه سرعه قليله، وكمان بريشر واطي مش متكسر، ولكن هواء سرع الهواء بتاعه اندر لو بريشر الى حد ما، واندر لو سبيد الى حد ما، وده بيعمل بيرفكت اي بي يو ستارتنج. تعالوا نشوف الصوره بتاعتنا هتقول لنا ايه عشان تفهمنا. اهو ادي الفورتكس جنريتورز بتاعتنا اتكلمنا عليها، وادي الهواء دخل سرعة اتكسر اتعدل تاني، بعد ما اتعدل تاني طلع، بس ما طلعش بقى زي القوة بتاعته وهو جاي من عند الليدنج ايدج، وهو خارج في اتجاه السهم الازرق ده، يقابل مين؟ يقابل الاي بي يو انتيك فلاب، يكون له هواء عدل مش متكسر، ولكن يتميز بخاصيتين: lower air speed عن اللي جاي من leading edge، و lower pressure عن اللي جاي من leading edge. يخش يدور لك ال APU 100 100. السؤال اللي بعد كده بيقول لك how can we reduce the effect of wing tip vortex. طب ازاي نقلل الوينك تيب فورتكس؟ احنا كده كنا بنتكلم عن الفورتكس بصفه عامه، خلي بالك احنا دلوقتي دخلنا في الوينك تيب فورتكس. يبقى كل اللي فات ده اسمه فورتكس، اير فورتكس، دلوقتي احنا بنتكلم عن الوينك تيب فورتكس. قال لك by using the winglets، this winglets prevents the meeting of the airflow at the wing tip thus preventing the profile drag produce production from interference. يعني في الاخر بيستخدم حاجة اسمها winglets. الwinglets دي بتمنع التقاء الهواء اللي هو under high pressure من تحت الجناح بالهواء اللي هو له high pressure تحت الجناح بلو pressure فوق الجناح. ادي الwinglets اهي، وزي ما قلنا ان الهواء بيجي من فوق وبيجي من تحت بيتقابلوا، فبيعملوا vortex interference drag. بالنظرية العلمية الهواء under the wing is a very high pressure، وفوق الوينج اقل بريشر، فبيبدا يطلع فوق. الحته الوينج تيب دي زيرو بريشر، فبتاخر بيتقابلوا هنا، فبدل ما يتقابلوا هنا ويبدا يسرح جوه على الجناح كله، يتقابلوا هنا ويلفوا حوالين ايه؟ ويلفوا حوالين الحته دي، ودي عامله زي الجناح اللي عامل هاي انجل في اتاك، فالاثنين يلفوا فوق ويتعدلوا، يبقى بالتالي بتقلل الوينج تيب فورتكس. بس هي بتقلل الوينج تيب فورتكس للطيارات اللي ورانا بس؟ لا، دي بتقلل الانترفيرنس دراك، فبالتالي بتزود الايه؟ اللونجيتيودنال ستابيليتي. طيب تعالوا نتكلم في الاسئله الجديده. What are the two factors limits the aircraft structural weight؟ ايه هي الحاجات اللي بتقلل الايركرافت structural weight، بتخلي الطياره يعني ما تستحملش وزن كتير؟ الاسبيكت ريشيو and the coefficient of lift which generates the lift to carry the aircraft weight. يعني الحاجتين اللي بيخلوا الطيارة ما تشيلش اوزان تقيلة، الاسبيكت ريشيو، تمام، والاسبيكت ريشيو دي بتتحكم في ايه؟ في الكوفيشنت اوف ليفت. فبالتالي كلما كانت الاسبيكت ريشيو بتاعت الجناح قليلة، يبقى الكوفيشنت اوف ليفت هيكون قليل، يبقى بالتالي مش هيقدر يشيل وزن كبير. والحاجة التانية الانجن باور، الانجن باور كلما كان الانجنز صغيرة يبقى الباور بتاعها صغير، يبقى مش هيشيل وزن كتير. طيب يبقى هما بيعملوا بيمشوا بالعكس بقى، هو بيشوف الطيارة دي تشيل، انت بيصمم الطيارة بالعكس، يقولك ايه؟ انا عايز طيارة تشيل 100 راكب، يبقى هعمل لها اسبكت ريشيو تكفي 100 راكب وشوية، واعمل لها انجن باور يكفوا 100 راكب دول. تمام؟ يبقى هو بيمشي بالعكس. What are the effect
of excessive aircraft weight on its performance. الطائرة وزنها تقيل قوي قوي قوي، الوزن تقيل قوي قوي ده هيعمل ايه في البرفورمانس؟ قال لك generally the excessive weight reduces the performance. بصفة عامة الوزن التقيل بيقلل البرفورمانس بتاع الطيارة، لان لا الاسبكت ريشيو بتاعت الطيارة تسمح ولا الانجن باور يسمح انه يشيل الاكسسيف ويت، فبالتالي هيقلل البرفورمانس. فلو انت بتعمل تيك اوف هتاخد تيك اوف رول طويل جدا جدا، ولو انت بتعمل ديورينج كروز هتفتح باور على الاخر، الباور مش هيكفي، يبقى بالتالي محتاج انك انت تنزل تحت، تخيل تقلل ارتفاعك، يبقى انت بتبعد عن الاوبتيمم التيتيود بتاعك، يبقى انت بالتالي بتزود الجاز. ولو انت بتيجي تعمل ديسند بتعمل شالو ديسند، ما بتعملش ستيب ديسند. الطياره الثقيله بتعمل شالو ابروتش، فبالتالي بيحتاج ينزل من بدري قوي. اوكي، ولما بتعمل لاندنج بتعمل لاندنج ازاي؟ بتعمل بتاخد هاير ديستانس في اللاندنج. طيب انا دلوقتي عايز اشرح حكايه الافكت اوف ويت. احنا دلوقتي طايرين في الهواء، والطياره دي طايره وزي ما احنا شايفين ات از ا بوينج 767، والمفروض فيها ان هي طياره تقيله شايله جاز كتير وفيها ركاب كتير، يبقى بالتالي الطياره تقيله. يبقى لما نيجي نرجع للصوره اللي فاتت بتاعتها هتلاقي ان السنتر اوف ويت موجود هنا، يبقى الطياره عندها ايه؟ تندنسي ان هي تو جو داون. طيب تعال نخش جوه الكوكبيت ونشوف ليه الطياره التقيله بتعمل شالو ابروتش. اوكي، احنا دلوقتي هنا جوه الطياره وطيارين والباور مفتوح. اوكي، واحنا طير الطياره على ايدنا مانيوال، وفي نفس الوقت عايزين نقلل الباور. اول ما بتيجي تقلل الباور كده الطياره بتبقى تقيله، بتروح ايه؟ عايزه تروح تعمل بيتشنج داون قدام، هي عايزه تنزل لوحدها بالايه؟ بالسنتر. بص احنا اول ما قفلنا الباور، بص النوز بيسقط ازاي، احنا لسه ما عملناش حاجه في العصايه خالص، بتنزل. طالما هي بتنزل بص على الفيرتيكال سبيد، انت عايز بقى تخلي الفيرتيكال سبيد 1000 قدم، تقوم تعمل ايه؟ بص على الكنترول ويل، تقوم جايب الكنترول ويل اب 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 اب، وتبدا تعمل تريم اب اب عشان توصل للايه؟ لل 1000 فيت اللي هي دي. تاني احنا طايرين في الهواء والثراست ليفرز محطوطه. اوكي، سحبنا الباور، اول ما بتسحب الباور ايه اللي بيحصل؟ بص النوز بيروح فين؟ بينزل داون اهو لوحده. ليه بينزل داون لوحده؟ لان الطياره تقيله. بص الكنترول ويل ما فيهاش اي مشكله، بص هنا على الفيرتيكال سبيد انديكيتور جابت 4000 فيت. طب انا عايز اظبطها، اروح انا عامل كده شايل اب، وبعد ما اعمل اب اجي على التريم ويل ابدا اظبط الفيرتيكال سبيد بتاعتي عشان اجيبها فيرتيكال سبيد اوف ديسنت 1000 قدم عادي. اديني ظبطت ال 1000 قدم عادي اهو. الحركه بتاعه الاب دي اللي انا بشاعملها بيها دي، هي دي اللي بتخلي الطياره ايه؟ تبقى شالو ديسنت. طيب لو هنفترض ان الطياره بتاعتنا خفيفه، تعالى بقى نشوف الطياره الخفيفه. انا هنا دلوقتي غيرت الطياره بتاعتي وخليتها طياره خفيفه. اوكي، وقفلت الباور. لما انا قفلت الباور بص الطياره الخفيفه مفيش فيها مشكله، لسه ثابته زي ما هي. انا عايز انزلها بعمل ايه؟ انا بزق على الكنترول ويل قدام وبنزل، انا اللي بنزل، وبحط بيتش داون جامد عشان اجيب الايه؟ ال 1000 قدم فيرتيكال سبيد. هو هو، ارجو ان انا اكون وفقت في شرح هذه القصه. ولازلت اذكركم واذكر نفسي ان احنا قربنا نخلص، وفي هنا سؤال بيقول لك what are the characteristics of a nose heavy aircraft. nose heavy aircraft بتبقى longitudinally stabilized، فيها stability على longitudinal، يعني فيها longitudinal stability عاليه، ولكن بتبقى more stalling speed، بتبقى اكثر عرضه للstalling speed. why does stalling speed increases in the nose heavy aircraft. ليه ال stalling speed بتزيد في ال nose heavy aircraft؟ for the pitch trim will go up. ال pitch trim nose heavy، يبقى انت هتحط pitch trim up to compensate for this nose heavy. بالتالي لما تحط ال pitch trim up 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 وتحط اليوك بتاعتك up 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 up، يبقى انت بتعمل ايه؟ more angle of attack. المور انجل اوف اتاك على ال THS، المور انجل اوف اتاك على الوينج بيساوي مور ليفت، المور ليفت بيساوي المور دراج، والمور دراج بيساوي ايه؟ بيساوي مور ستولينج سبيد. تعالوا نتفرج على دي هتشرحها لنا كويس قوي. طيب دلوقتي احنا هنتكلم عن النوز هيفي ايركرافت، توقع ملايين او
بتاعت البيتش تايم عالية، وكذلك الانجل اوف اتاك بتاعت الجناح عالية. فبمجرد لما تيجي تعمل ليفت اوف هتبقى انت ابروتشنج الستوليك سبيد بتاعت الطيارة. ارجو ان يكون ده اتفهم. اكيد ان شاء الله انه اتفهم. What is the characteristics of a tail heavy؟ احنا كنا بنتكلم عن النوز هيفي. التيل هيفي عكس النوز هيفي، بيبقى فيها longitudinal instability ولور stalling speed. طيب how would you load your aircraft؟ ازاي تحمل الطيارة بتاعتك لو انت عايز تاخد تطير long range flight، عايز تطير من كايرو لطوكيو، من كايرو لأوساكا، من اي حتة لأي حتة long range flight. مين احسن لنا، التيل هيفي ولا النوز هيفي؟ ها التيل هيفي. ليه التيل هيفي نوز؟ التيل هيفي معناها ان الديل تقيل. الديل تقيل يبقى انت هتحط البيتش ترين بتاعك داون، تي اتش اس يبقى داون. التي اتش اس داون ده معناها ان ديورنج فلايت النوز كمان هيبقى داون، معناه ان النوز يبقى داون معناها ان السرعه هتزيد من تلقاء نفسها. معنى ان السرعه تزيد من تلقاء نفسها معناها انك انت هتقلل الباور، معنى انك انت تقلل الباور تقلل الفيول فلو فتقلل الفيول كونسامبشن. وات ار ذا ثري ريزونز، ثلاث اسباب ذات موفز ذا سنتر اوف جرافيتي ديورنج فلايت. السنتر اوف جرافيتي بيتغير نتيجه ثلاث اسباب. اول حاجه الفيول بيرن، نمرة 2 الباسنجر موفمنت، نمرة 3 الهاي سبيد او اللو سبيد. لانك انت بتبقى على الهاي سبيد بيبقى البيتش عايز يروح اب، هاي سبيد بيتش عايز يروح اب، تروح انت حاطط بيتش تريم داون. لما بتحط بيتش تريم داون عشان تخلي النوز بتاعتك داون، يبقى انت بالتالي بتحرك الايه، السنتر اوف جرافيتي، السنتر اوف بريشر او السنتر اوف جرافيتي. يبقى السنتر اوف جرافيتي بيتغير بالفيول بيرن، سنتر اوف جرافيتي بيتغير بال passenger movement، center of gravity بيتغير بالhigh speed او low speed. What is the law، قانون ال aircraft gravity؟ gravity equal mass multiplied by speed. الجاذبية، الجاذبية الجرافيتي، جاذبية بتساوي الكتلة في السرعة، اللي هي ممكن كمان نسميها الانيرشيا. mass في speed، mass في speed، inertia equal mass في speed، gravity of inertia equal mass في speed. How does the aircraft weight affects its descent profile؟ احنا جاوبناها مش هنجاوبها تاني. How would you design a jet aircraft wing؟ لو انت مهندس وعايز تعمل aircraft wing هتعمله ازاي؟ قال لك the wing must be swept، لازم يكون في swept back wing. ليه؟ عشان ال high speed، خلينا نطير high speed، ما نقعدش نعمل aspect ratio عالية عالية، ما هياش طيارة شراعي. السويب باك وينج هيريحنا قوي. The wing must have a dihedral angle. ليه؟ عشان يعمل better lateral stability. يبقى الديهيدرال انجل بيعمل better lateral stability. لازم يكون في wash out. ليه؟ عشان تقلل الوينج تيب ستول. لازم يكون فيها moderate او low aspect ratio. ليه؟ عشان يقلل الدراج. لازم يكون فيها vortex generators، ولازم يكون فيها winglets to reduce the effect of vortex. يبقى لو انت هتعمل wing يبقى لازم يكون الwing swept، لازم يكون في dihedral، لازم يكون في wash out، لازم يكون في low or moderate aspect ratio، لازم يكون فيها vortex generators، ولازم يكون فيها winglets. Why must an aircraft wing لازم يكون be swept؟ ليه بقى؟ ليه السويبت؟ ليه الطيارة لازم يكون فيها سويبت باك وينج؟ For the swept design allows the aircraft to fly a high speed without reaching the critical Mach number. في حاجة اسمها critical Mach number اللي بتعمل حاجة اسمها tuck over. لما الهواء ماشي من النقطة A للنقطة B بيمشي بيقطع مسافة محددة بسرعة محددة عالية جدا، قد تصل في وقت من الأوقات إلى الكريتيكال Mach number، تعمل tuck over. زي 707 كده كانت سهله جدا توصل للكريتيكال ماك نمبر، ما كانوش وصلوا للسويب باك وينج ساعتها. اما لما الهواء بيمشي فروم بوينت A تو بوينت C فبيقطع مسافه اطول بكتير قوي من بوينت A تو بوينت B، فبالتالي لما بيقطع مسافه اطول بكتير يبقى احنا خدعنا الجناح، خدعنا الجناح ذات نفسه. بنقول له ان الهواء اللي بيمشي عليك لسه سرعته ما وصلتش للcritical Mach number. For this design deceives the wing itself. For the airflow from air moves from point A to point B زي أي طيارة عادية. Thus the wing reaches the supersonic speed بسرعة. And on the swept back wing
في swept back a part of the wing we will find جزء من الجناح بس ما كل الجناح ماشي from A to B from A to B إلا حتى السويبت بقى بتخدعه فيها فالجناح بيحس ايه ان الهواء بيمشي from point A to point C with a lower speed هنا بيوصل بسرعة هنا بيوصل اقل فالجناح ذات نفسه بيتخدع فبيعتبر او ما بيحسش ان هو وصل للسوبرسونيك فلايت السوبرسونيك سبيد خلي بالك سوبرسونيك سبيد ده مش indicated air speed للطيارة ده air flow speed When will the designers add the flaps and slats امتى الديزاينرز بيعملوا السلاتس والفلابس When they complete the wing بعد ما يكملوا الجناح الوينج ده must carry the whole aircraft weight and fly the aircraft to the maximum altitude بعد ما يعملوا take off ولاندنج بالجناح من غير سلاتس ولا فلابس ويطلعوا للماكسيمم التيتيود يبداوا بقى يعملوا السلاتس اند فلابس ليه بقى تو فولفيل ذا ايربورت بيرفورمانس ريكويرمنتس لان مش كل المطارات زي بعضها تو فولفيل وذ ايربورت بيرفورمانس ريكويرمنتس نفهم من كده ان الطياره ممكن تطلع في ممر طويل وكونديشنز بتاعته كويسه وما فيهوش عوائق من غير سلاتس ولا فلابس ايوه طب ليه ما عندناش تشارتس بتقول كده قال لك عشان خاطر هم مش عايزين يقولوا لك الاكثر والاقل what is the advantage of the swept wing in turbulence هل السويبت وينج ده بيبقى مفيد في التيربلنس طبعا مفيد في التيربلنس ليه مفيد في التيربلنس قال لك لانه بيقلل الاحساس بالتيربلنس it reduces the effect of turbulence ليه for this wing angle generates less lift لان السويبت باك انجل ده بيعمل less lift في الحته اللي هي from point A to C الليس ليفت ده بيخليك تحس يبقى ليس ليفت ليس تيربنس فيلينج وات ار ذا ديز ادفانتجز بقى اوف ذا سويبت باك وينج ليس ليفت بيساوي هاي دراج والهاي دراج بيساوي هاي ستولينج سبيد والهاي ستولينج سبيد بيعمل حاجه اسمها سبيد انستابيليتي ذا وينج تيب ستولز ايرلي بات وي كان كومبنسيت فور ذيس باي انكريزينج ذا كامبر شيب اوف ذا وينج وبيعمل لنا الداتش رول يبقى الديس ادفانتج بتاعت السويب باك وينج زي ما ليه ادفانتج ليه ديس ادفانتج الديس ادفانتج بتاعته بما ان هو بيعمل ليس ليفت يبقى بيعمل هاي دراج ولا طالما بيعمل هاي دراج يبقى برضه بيعمل هاي ستولينج سبيد اوكي وفي الاخر بيعمل لنا اهم حاجه بقى اللي هي ايه الداتش رول طيب وير از ذا فيرست بوينت ات ويتش ذا سويبت وينج ستولز فيرست فين الحته اللي سويبت وينج سويب باك وينج بيحصل له ستول بيحصل له ستول عند الوينج تيب بيحصل له ستولينج من الوينج تيب الاول what is the effect of this stall on the aircraft pitch هتعمل pitch هتعمل increase في البيتش الاول قبل ما الطياره تعمل ستول هتعمل increase في البيتش يبقى السويب باك وينج لما بيحصل له ستول بيعمل بيتش اب الاول بعد كده يروح وقع البيتش اب ده بيجي نتيجه ايه نتيجه ان الوينج تيب هي اللي بيحصل لها ستول الاول هاو كان وي سولف ذا ستولينج بروبلم ازاي نقدر نحل المشكله بتاعه السويب باك وينج دي بان احنا نعمل حاجتين باي تو ثينكس ذا فيرست ثينج از تو انكريز ذا وينج تيب كامبر شيب نزود نيجي على الوينج تيب نزود الكامب الانبره بتاعتها شويه الكامبر شامبر شيب بتاعها او الكامبر شيب بتاعها ليه؟ تو انكريز ذا ليفت ولما بتقلل بتزود الليفت تمام يبقى انت بتزود الايه؟ بتزود الليفت في الحته دي وبتقلل الستول and the second thing is the wash out angle تزود الوش انجل بتاعتها to decrease the loads of the wing عندنا صوره تشرح الكلام ده؟ اي نعم الصوره اهي بتيجي هنا ادي الوينج تيب بتيجي عند الوينج تيب ده بتزود الكامبر شيب بتاعه تزود الانباره بتاعته شويه وتيجي على الوش اوت تعملها تويستنج اكتر فانت بتعمل تويستنج اكتر يبقى انت بتقلل الايه الانجل اوف اتاك بتاعه الوينج فبالتالي بتقلل الليفت فبالتالي بتقلل الدراج وتيجي تزود الكامبر شيب يبقى انت عوضتها من هنا وعوضتها من هنا يعني بيعملوا شقلبظات عشان خاطر يزودوا الليفت ويقللوا الدراج ويقللوا المشاكل بتاعه الدراج السؤال اللي بعد كده بيقول لك what is the speed stability استقرار السرعه it is the tendency to the aircraft to return back to its original speed when the speed is increased or decreased حصل لك turbulence وانت طرت سبت الطياره لا اوتو بايلوت ولا اوتو ثراست ولا فكتها والطياره هتتعامل بك 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 تيربلنس
تسيبها التربنس تخلص ترجع تاني للسرعه الطبيعيه بتاعتها، تبقى دي اسمها ايه؟ سبيد ستابيلتي. واذا رجعت في اللونجيتيودنال بوزيشن بتاعها يبقى لونجيتيودنال ستابيلتي، واذا رجعت في اللاترال بوزيشن بتاعها يبقى لاترال ستابيلتي. What is the Mach number? It is the indicated airspeed in the percentage of speed of sound. ال indicated airspeed ولكن بنسبة من سرعة الصوت. يعني ال indicated airspeed بتاعتنا دي كام في المية من سرعة الصوت؟ طبعا بتزيد مع ال increase in altitude و reduction في ال resistance و reduction في الكثافة الجوية. What is the critical Mach number? It is the speed of the airflow over the wing. Critical Mach number is the critical Mach number بيجي فين؟ Over the wing. Critical Mach number over the wing. يبقى it is the speed of the airflow over the wing when it reaches 1 Mach. تقدر تعرف انت السرعة بتاعت الهواء بتاعتك فوق الجناح بقت 1 Mach امتى؟ قال لك average لما تبقى انت سرعتك indicated air speed 0.72 Mach، لما تبقى الطائرة بتاعتك بتعدي معدية 0.72 Mach يبقى الـ airflow over the wing تقريبا 1 Mach. الصورة دي بتفكرنا بإيه؟ How can we solve this stalling problem؟ اللي هي مشكلة الـ swept back wing. بتعمل الـ swept back wing بتعمل stalling step عند الـ wing tip. stalling speed عند الـ wing tip بنعوضها بالـ camber shape وبالـ wash out. What you will see when your aircraft reaches the critical Mach number؟ هيحصل buffet وهيحصل pitch down وبعد كده loss of control اللي بيسموها التك. Does stalling speed increases or decreases with high levels؟ ال stalling speed بتزيد لما زيادة الارتفاع. ليه؟ Because of the effect of high speed at these high levels. This high speed increases the pressure under the wing, thus increases the added weight of the wing, thus increasing the loads. يبقى انت لما بتطلع ارتفاعات العالية بيبقى الستولينج سبيد بتاعتك بتبقى عالية قوي، بتطلع فوق تطلع فوق تطلع فوق تلاقي ان الاصفر والاحمر بيقربوا مع بعض قوي، الستولينج سبيد بتعلى قوي. طب ليه؟ قال لك نتيجة انك لما بتبقى عالي بتبقى سرعتك عالية لان الريزيستنس بتاعت الهواء واطية، فبالتالي بيبقى في ضغط جامد جدا تحت الجناح، ضغط اير فلو اير بريشر عالي جدا تحت الجناح. الاير بريشر عالي جدا تحت الجناح ده موضوع عباره عن وزن زياده على الجناح، فطالما الوزن زياده على الجناح ده زايد قوي والبريشر زايد قوي والليفت زايد قوي يبقى الدراج زايد قوي والستولينج سبيد هتزيد قوي. What is the super stall؟ super stall it is a stall where the recovery from it from is not easy. هو الستول اللي انت لو وقعت فيه بيبقى مش سهل. ليه؟ قال لك الستول السوبر ستول ده اللي هو بيبقى ستول تقيل صعب بيبقى عند كل الطيارات، قال لك لا عندي التي تيل، التي تيل اي الطياره دي تي تيل، وكمان عندي الرير ماونتد انجنز، فتبقى تلاقي الطياره اللي هي تجمع ما بين التي تيل والرير ماونتد انجنز دي طياره سيئه جدا وبتقع في السوبر ستول. ليه بقى؟ لان لما الوينج بيحصل له ستول بيبص كده على الصوره بتلاقي الهواء متكسر، الهواء المتكسر ده دخل في المكنه فبقت المكنه مش عارفه حرام تعمل ثراست يطلع الراجل من الستول، ودخلت على الديل يبقى الجناح ستول ومكنه ستول وتيل ستول. يا لهوي، عشان كده سموه ايه؟ سوبر ستول. بيسالك سؤال وات از ذا سبيد مارجن ان جيت بلينز، يعني ايه السبيد مارجن في الجيت بلينز؟ قال لك السبيد مارجن دي اللي هي الفرق ما بين الماكسيمم كروزنج سبيد اللي بيبقى باين لك على العداد والسرعه الحقيقيه اللي هيحصل عليها ستراكشرال دامج. الصانع ما بيقولكش، يقول لك مثلا ايه ماكسيمم كروزنج سبيد مثلا 350 نوتس، وعلى ارتفاع 30000 قدم مثلا يبقى 300 نوتس، وعلى 40000 قدم يبقى 200 نوتس، فانت دايما بتبقى flying the aircraft below this maximum speeds. او لو الطياره بتاعتك فيها بي اف دي بيبقى الاحمر ما تطيرش فيه خالص، اوكي؟ لكن ده ما تبقاش السرعه الحقيقيه، السرعه الحقيقيه بيبقى في 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 قلب الشاعر او في بطن الشاعر، قصدي في بطن الصانع ما بيقولكش عليها. ولكن بصفه عامه السبيد مارجن اللي هو الفرق ما بين الانديكيتد والحقيقي بيبقى في الجيت بلينز قليل، ما بيبقاش كتير، لكن ممكن يبقى واسع قوي قوي في الطيارات الايه؟
البروبيلرز، لكن في الجيت بلينز بيبقى قليل. ليه؟ قال لك لان الطياره اوريدي بتبقى طايره في هاي كروزنج سبيد، ولكن في البروبيلرز الطياره البروبيلرز ما بتطيرش في سرعه عاليه. نكتشف الكلام ده احنا عندنا من الايرباص 320، عندنا حاجه اسمها نورمال لو والترنت لو ودايركت لو، وعندنا حاجه اسمها ايه كمان unusual attitude low او هاي ده لما تيجي نخش في اللو دون بتكتشف ان في 440 نوتس، البيتش وصلت مش عارف 35 ديجريز اب، ايه ده؟ ولو عملت ريكفر تخش في الترنت لو في البيتش بس، ايه ده؟ في حاجه اسمها 440 نوتس؟ مفيش حاجه عندنا اسمها 440 نوتس، اخرنا 350. اهي دي المارجن سبيدز. What is the Dutch roll? It is one of the disadvantages of the swept back wing. واحد من عيوب ال swept back wing. It is both roll and U. عبارة عن roll و U at the same time. في نفس الوقت. The U is not significant. ال U اللي هو بوز الطيارة يروح يمين وشمال ده مش مشكلة. ولكن ايه هو significant اللي هو هيكون الرول. How the Dutch roll takes place. Dutch roll ده بياخد بيجي امتى؟ بيجي during flight مع السرعات العالية لما بيحصل uncommanded input على الرادار، زي الراجل كده الواد كده لما يقعد مقصوع ويروح فاقع الرادار برجله من غير ما يقصد، يروح مدخل لك الطيارة في Dutch roll. او يجي لك كنت طاير بسرعة عالية جاست جامد جدا في ديل الطيارة من اليمين او الشمال يوقع لك الطيارة في Dutch roll. جاست ده يخبط في الفن بتاع الطيارة يوقع لك الطيارة في Dutch roll. طب describe the aerodynamic reason، اشرح لنا الايروديناميك reason. ادي الطيارة والراجل ماشي عدل، مرة واحدة راح واخد بيب، شايف السهم جاي منين؟ السهم اهو خبط الطيارة من هنا، انبوز الطيارة رايح ايه؟ رايح يمين. الجناح ده اللي هو ده دخل يمين قوي، فبقت الانجل في اتاك بتاعته عالية، فبقى فيه لفت عالي، وهنا بقى فيه لفت واطي، فتلاقي الجناح ده راح طالع فوق ونازل تحت، طالع فوق ونازل تحت، دخلنا في الايه؟ في الداتش رول. طيب عملوا حاجة اسمها يو دامبر، كان زمان في يو دامبر سيريس ودلوقتي في يو دامبر بارلل. يعني ايه؟ قال لك السيريس والبارلل ده او السيريس يو دامبر ده كان اليو دامبر القديم اللي انت بتحطه اون بعد التيك اوف، بتحطه اوف قبل اللاندنج، بتحطه اون بعد التيك اوف مع الافتر تيك اوف تشيك ليست علشان خاطر ما يحملكش حمل على الرادار، وتحط اوف قبل اللاندنج عشان خاطر ما يعملكش حمل على الرادار، وديورنج فلايت بتبقى انت سايبه اون، وهو لوحده بيعمل موفمنت للرادار بيدلز، بيزق الرادار بيدلز يمين وشمال ديورنج فلايت. طيب تعالوا نتفرج على الداتش رول ونشوف الداتش رول شكله ايه من طياره حقيقيه ولكن صغيره. ادي الجناحة، بص اهو فقع الرادر فقع جنبه يمين، اما الجناح الشمال طلع اب، بيرسموا الجراف بقى اهو. والطيارة عمالة تعوم في داتش رول وبيرسموا الجراف بتاعة الداتش رول. طيب تعالوا نتفرج على الداتش رول بشكل تاني انيميتد اهو، وبص الواد بيعمل ايه، فقع رادر اهو، بصوا ادي الطيارة وقعت في داتش رول، الطيارة جت، ادي منظر الداتش رول بعيد عنك اهو، ده منظر الداتش رول. طب نخرج منه ازاي؟ اليو دامبر هيظبطهولك ساعتها، تقلل ارتفاعك وايه؟ وتقلل سرعه، تقلل ارتفاعك عشان تزود الكثافه وتقلل سرعتك الاول شويه، بيزيكلي انك انت تقلل ارتفاعك. Is aircraft stability increased مع الارتفاعات العاليه؟ استقرار الطياره بيزيد مع الارتفاعات العاليه. Generally the stability is reduced
بصفة عامة الاستابيليتي بتقل مع الارتفاعات العالية طبعا، بس اللاترال استابيليتي انكريز. لاترال استابيليتي، اللاترال استابيليتي از ذا استابيليتي اراوند ذا لونجيتودينال اكس. طيب يا سيدي، يبقى السؤال التاني بيقول لك why is the vertical stability is reduced. طب انت بتقول يعني اللاترال stability هي اللي بتبقى increased، يعني معناها كده ان vertical stability بتقل. طب ليه الاستابيليتي بتقل بتاعت الرادار؟ قال لك لان الرادار سيرفس ده مساحته مهما كانت كبيرة صغيرة، والاريا الاكسبوزد منه للهواء بتبقى صغيرة، والاير دراف والاير دايناميك فورسز بتاعته برضو بتبقى صغيرة مع كثافة هوائية قليلة على الارتفاعات العالية. Why is lateral stability is normal with high flight levels؟ ده بقى عشان نتيجة الجناحات. يبقى انت قلت lateral stability دي بتاعت الجناحات بقى، ليه بتبقى عالية؟ قال لك for the wing area is more than the rudder thus the aerodynamic forces is little bit normal، ولكن بصفة عامة كثافة الهواء بتبقى واطية فبالتالي بتقلل لنا الجنرال stability. What is the differential and non-differential spoilers؟ تسمع عن حاجه اسمها differential spoiler و non-differential spoiler؟ ايه بقى؟ هنلاقيهم في descending plane. مثلا تعالى نتخيل ان في طياره بتعمل descending left turn، انت بتعمل descend turn مثلا، اوكي، ورحت عامل bank angle شمال. طب ما تيجي نشرحها بالflight simulator. طيب تخيل معايا ان لوحدي قاعدين في الطياره وبنطير اهو، وعايزين نعمل ليفت تيرن مثلا، هنعمل ايه؟ هنروح جايبين الطياره نحطها شمال كده، اوكي. لما تبقى انت حاطط الطياره شمال كده، ده معناها ايه؟ ده معناها انك انت اول ما بتيجي تحط اليوك شمال كده يبقى انت بتطلع السبويلر الشمال اهو. اول ما بتيجي تحط اليوك شمال كده، حتى الراجل بيقول لك بانك انجل، يبقى انت طلعت الليفت سبويلرز. لما بتطلع ليفت سبويلرز على السرعات العاليه بيبقى الليفت سبويلر بس هو اللي بيطلع، ولكن الرايت سبويلر هو اللي ثابت. لو جينا بصينا هنا على الجناح هنلاقي ان الليفت ايلرون طالع سنه والليفت سبويلرز طالعين سنه، ولكن لما نيجي نبص للجناح التاني هنلاقي ان الجناح التاني كل الرايت سبويلرز بتاعته ريتراكتد والرايت ايلرون بتاعته كمان ريتراكتد. هي دي اللي بيسموها ديفرنشال سبويلرز. طيب افرض مثلا ان احنا على لو التيتيود، اوكي، هننزل للو التيتيود وبقلل السرعه اهو، الباور بقلله وسرعتي بقت واطية. اوكي، بص للسرعة بتاعتنا بقت واطية ازاي، بقت 140 نوتس اهي، بص هنا بقت 140 160، ورحت واخد بانك انجل فاردن تو ذا رايت. اوكي، يبقى كده بقى نون ديفرنشال سبويلر. ليه؟ لان السرعة بقت واطية. لما تيجي توقف هنا كده، اوكي، وتطلع بره الطياره من بره، هتلاقي ان الرايت سبويلر طالعين اب وكمان الليفت سبويلر طالعين اب، يبقى ده اسمه نون ديفرنشال سبويلر. يبقى ديفرنشال سبويلر على هاي التيتيود ونون ديفرنشال سبويلر على لوور التيتيود. طيب بعد ما شفنا الافكت بتاع الديفرنشال والنون ديفرنشال سبويلر نخش في بقيه الاسئله. What is the effect of high speed on spoilers؟ السبويلرز دي ايه الافكت بتاعتها في الهاي سبيد؟ قال لك بيحصل لها حاجه اسمها بلو باك افكت. بلو يعني بينفخ فيها، باك يعني يرجعها. بلو باك افكت يعني الهواء لما بيطلع بيروح زائق السبويلرز مرجعها في مكانها تاني. عشان كده البلو باك افكت. طب ما انا كل ما ارفع يمين او ارفع شمال الهواء شديد على ايدي مع السرعه العاليه هيرجع لي السبويلرز تاني، هيبقى انا كده محتاج ابقى هيركليز. قال لك لا لا لا، ما انتش محتاج تبقى هيركليز ولا حاجه. البلو باك افكت ده عوضوه بحاجه اسمها ماس ويت فورس. ماس ويت فورس زي فرامل بالهيدروليك. لما انت سيادتك بتحط انبوت يمين او شمال زي ما شفنا والسبويلرز يطلع اب، الماس ويت فورس يروح ملاكك السبويلر لحد ما سيادتك ترجع الايه اليوك تاني بتاعتك يمين او شمال. كروجر
الكروجر بتكون موجودة في بعض الطيارات زي الستمية، بتبقى موجودة في الليدنج ايدج سلاتس، بتبقى زي الترقيعة كده، تخشينة، ترقيعة مش تخشينة، ترقيعة موجودة في الليدنج ايدج سلاتس to increase the camber shape of the wing. يبقى كروجر كامبر شيب، كروجر تو انكريز ذا كامبر شيب، كروجر از تو انكريز ذا كامبر شيب. وات از ذا افكت اوف تيك اوف فلابس انسايد ذا تيك اوف رينج؟ يعني انت مثلا عندنا فلابس مثلا في 320 فلابس 1 2 3 فول، فلابس 1 از ا تيك اوف فلابس، 2 از ا تيك اوف فلابس، 3 از ا تيك اوف فلابس، لكن فول از نوت ا تيك اوف فلابس، يبقى دي بيسموها فلاب تيك اوف فلابس اوتسايد رينج. لو انت طلعت بتيك اوف فلابس انسايد بقى ليه فلابس 1 فلابس 2 فلابس 3 بتعمل ايه؟ قال لك يبقى الوينج سيرفيس مساحته بتزيد، فبالتالي بيزود الليفت، فبالتالي بيقلل الفي 1 والفي ار. طيب امتى بقى الباد افكت بيطلع بقى بتاع الفلابس العاليه؟ بيطلع افتر تيك اوف. ليه؟ بعد ما بتسيب الجراوند افكت، بعد ما بتسيب الارض وبتطلع بره الجراوند افكت اللي احنا عارفينه، بيبدا بقى المعككه تزيد، بيبدا الدرج يعلى قوي، والفيرتيكال سبيد بتاعت الكلايم بتبقى واطيه جدا، فلو عندك جبل ممكن ترشق فيه بمنتهى السهوله. طيب وات از ذا ديز ادفانتج اوف تيك اوف with these flaps؟ لسه قايلين بمجرد لما بتسيب الجراوند افكت بتبدا المعككه تبان. What is the take, what is the effect of takeoff with flaps outside the takeoff range؟ يبقى انت طلعت بفلابس فول بقى. قال لك الليفت هيزيد اكتر من اللازم، فبالتالي الدراج هيزيد اكتر من اللازم، فبالتالي لما السرعه تزيد تيجي الليفت يزيد، يبقى التوتال كومبوننت اوف دراج اعلى بكتير جدا من التوتال كومبوننت اوف ليفت. اول ما تسيب الجراوند افكت تضطر ترشق في الارض. What is the best CG position مع الستاك ستابلايزر؟ افرض مثلا يعني انك انت طاير وعندك ستابلايزر شام، تحط السي جي فورورد ولا السي جي باكورد؟ قال لك لا، باكورد سي جي. يبقى انت لو عندك ستاك ستابلايزر، ستابلايزر جام، يستحسن انك انت تاخد ركاب من قدام ترجعهم لورا. ليه يا اخويا اخد الركاب من قدام ارجعهم لورا؟ قال لك لان السي جي لما بيكون ورا مع الستاك ستابلايزر لما او الجام ستابلايزر، لما تيجي تقلل السرعه بتيجي تقلل السرعه بتعمل بيتش تريم اب. طب لما تيجي تعمل بيتش تريم اب والنوز هيفي، عمر الطياره سرعتها ما هتقل، يبقى بالتالي ستاك ستابلايزر او جام ستابلايزر ترجع الركاب ورا عشان خاطر تعرف تقلل السرعه. وات ار يو جوينج تو دو لما يكون عندك ستاك ستابلايزر؟ جنرالي اي ويل فولو ذا تشيك ليست. لا احنا مش عايزين جنرال، احنا عايزين يعني مش عايزين سبيسيفيك، جنرالي كده جنرال ايديا وليس سبيسيفيك ايديا. يبقى واحد I will follow the checklist. اثنين divert to the nearest suitable airport لما تعرف. ليه؟ to prevent the CG من هو reaching a critical position. control the CG by moving the passengers من قدام لورا. ماشي. I will not use the full landing flaps. مش هاخد ال landing flaps بتاعتنا كاملة، هاخد اقل ليه بالنسبة لنا احنا في 320 مثلا flaps 3. ليه؟ to increase the controllability of the airplane. وحطلب من المراقب الجوي ان يديلي long final عشان اعرف الحق اظبط طيارتي. How is the runaway stabilizer take place؟ طبعا سمعنا قبل كده عن الرانواي ستابلايزر، وزي ما نفتكر اللي فينا يفتكر حادثه الايرباص 300 بي 4 في مطار الاقصر، لما الراجل بيطلع وقال له شد معايا شد شد معايا شد، طخ ضرب في الاي ال اس، في المبنى بتاع الاي ال اس او في الاسفلت بتاعت الاي اس الاي ال اس دي. ايه اللي بيحصل في الرانواي ستابلايزر ده؟ When we set the THS position to a certain position، بنحطه في مكان ما، ال THS ده بيقف عن طريق فرامل هيدروليكية. الفرامل الهيدروليكية دي لما تبوظ او ما تفتح باور وتجري، الهواء يزق ال THS، يزقه قدام، فلما يزقه قدام يبقى النوز داون 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 داون، تيجي تشد مهما تشد ولا يعمل معك اي حاجة. والفرامل الهوائية دي بتاعت ال THS اسمها هينج فورس، والفرامل الهوائية بتاعت ال speed brakes اسمها هينج فورس، والفرامل الهوائية بتاعت ال spoiler اسمها هينج فورس. بيكلمنا عن الارتفيشال فيل. قال لك الارتفيشال فيل ده عمره ما يكون موجود في الطيارات الخفيفه السسنة، لازم يكون موجود في الطيارات الجت اللي بتطير على ارتفاعات عاليه وسرعات عاليه، لان عمرك ما هيبقى عندك فيلنج. ليه؟ لان السيرفيسز بتتحرك بالهيدروليك، وعمر الهيدروليك ما يديلك فيلنج، عشان كده بيعمل لك حاجه اسمها ارتفيشال فيل.
احساس صناعي عن طريق سبرينج لودد رد سوسته زي السوسته بتاعت اليوك بتاعت الفايت سيميليتور كده. What is the best CG position لو انت عندك artificial feel failure بتبقى forward بقى. يبقى انت عندك stack stabilizer CG احسن له يكون ورا. عندك artificial feel failure طيارة فيها artificial feel failure باز منك artificial feeling تاخد الركاب من ورا تحطهم قدام. الستابيلايزر يحصل له stack تاخد الركاب من قدام ترجعهم لورا. الارتفيشال فيل بتاع اليوك يبوظ تاخد الركاب من ورا تحطهم قدام. ليه؟ To make the nose heavy thus the pilot can reduce his large aircraft input. يبقى النوز هيبقى heavy طبيعي بقى. What is the hang force؟ احنا قلنا الهينج فورس دي اللي هي الفرامل الهوائيه بتاعت التي اتش اس والفرامل الهوائيه بتاعت السبيد بريكس لما بتاعت السبيد بريكس او بتاعت السبويلرز او بتاعت الالرون لما بتطلع تواجه الهواء بتقف عند هذا المكان. قربنا نخلص والله. What is the mass balance force؟ mass balance force it is the hing force counterbalance which uses a kind of brakes to stop the surface at the required position. مش احنا قلنا ان الهينج ايه اللي هي على الهينج فورس يعني كيو فيل الارتفيشال فيل بتاع طيارات السوفيستيكيتد الفلاي باور زي 320 سوفيستيكيتد كمبيوترايزد ارتفيشال فيل فاوند ان ذا فلاي باي واير زي 320 340 put a load on the controls بتحط اللود على الكنترولز بس مش عن طريق سوسته ولكن عن طريق استخدام الاير سبيد والسيرفيس ديفليكشن. ازاي بتجيبها؟ عن طريق ايه بتجيبها؟ عن طريق الاير داتا كمبيوتر وعن طريق الفلايت كنترول كمبيوتر. الاير داتا كمبيوتر اول ما بيقرا سرعه محدده يبعتها للفلايت كنترول كمبيوتر. الفلايت كنترول كمبيوتر يحس ديفليكشن محدد يبقى ديفليكشن على سرعه الاثنين يخبطوا في بعض اند اور جيت يروح عامل لك فيل على العصايه بس كده. What is the active flight controls اللي هي من الاخر كده flaps 1 plus F تتلم لوحدها تبقى flaps 0 flaps 3 توصل لسرعة عالية تبقى flaps مش عارف ايه اللي هي يعني الflaps تتلم اوتوماتيك من غير ما تستنى الطيار انه يلمها. دي بيبقى اسمها active flight controls دي بيبقى اسمها active flight controls. لو خدتوا بالكم دلوقتي ان المنظر قدامنا اتغير اي نعم تكنيكال بايلوت انترفيو موجودة الصورة القديمة اهي ولكن دلوقتي احنا هنتكلم عن المكن يبقى احنا هنخش في الباور بلانت يبقى ناخد راحة. السلام عليكم.